عضو الربدة التونسية للتسامح فرع بن زرت، نحكيه اليوم على الوقفة الدورية تضامن مع الشعب الفلسطيني. نعم، شكرا على المبادرة. الوقفة هذه انطلقت منذ بداية العدوان، معناتها بعد 7 أكتوبر، معناتها على الشعب الفلسطيني. احنا نعتبره لكونه اللي يقع اليوم في فلسطين ماهيش حرب، هي عملية إبادة ممنهجة، معناتها ترتكب تحت أنظار العالم بمباركة ومشاركة أمريكية وغربية، معناتها وصمت